من بره وعلى الإلقاء طريقة حياتي. الدنيا اتخلقت من زمان يا ولاد، ومين عارف كان ملك مات وكان صعود، ولا باقي منهم غير السيرة والحواكيت وكان المكان. إشي فارس فوارس بالسيوف والنبل، وإشي القاوح الطيار وقد الزبل، وإشي زينا. طب وإحنا مين؟ ما إحنا الفوارس، وإحنا اللي بنقاوح الطيار بحقه حقيقي. بني آدم أشد من الصخر لكن قلبه رقيق. نحن لبعضنا يا ناس، نحب ونحس وندفي بعض، نجتمع في الدار نقيد النار، نتسلى بعد الفطار، نضحك ونبكي، نحدد ونحكي عن الشطار. ومن الشطار مفيش أشطر من الشاطر الحسن يا ولاد. ست الحسن، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الأصوات دي يا حسن؟ بتقرب يا ترى ولا بتبعد؟ أنا قلبي خايف وجسمي كله بيتنفض، ده طبل عالي حزين كأنه في الضلمة بينادي على الشياطين. اسمع كده، دق طبول الحرب، دق طبول الحرب، زعق النفير بالويل، سيح أمام الليل، وقفت شعور الخيل، حاسين بساعة الكرب، دق طبول الحرب. فاستغرب جدا وسألها هي ايه، فقالت له انا كائن بحر اسمي